ماما نونة عطشان يا ماما نونة ممكن إيه؟ اشرب استنى يا حمام بتاعتنا على الفطار والفطار يا عامله لك صينيه جلاش والحلو ايه عامله لك بقى كيكه في كيس الايس كريم بجد يا ماما نونة طبعا مش قادر مش قادر اصبر ممكن اشرب تشرب يا حمالة طيب اشرب بس اديكي كده يا ماما رولا بس واحد عنده 60 سنة بيشرب وبيصوم والتاني ابراهيم عامل لي ارهابي ومربي له دقنه وداخل جامعات اسلامية عيب يا حسام عيب عيب على ايه؟ عيب على ايه طول عمري في مشاكل وطول عمري مش عارف اشتغل وطول عمري في مشاكل بسبب اللي بيعمله قول يا ابراهيم والتاني بص يا ابني كنت فين؟ كده بيكتب امك يا ابراهيم يا عيب كده يا ابراهيم يا عيب كده يا ابراهيم ايه؟ ابوكم مالوش كلمة في البيت ايه بس هدي نفسك يا حماد لا معلش يا حماد والنبي ابراهيم والنبي ابراهيم طيب والنبي ابراهيم ابراهيم مش عارف اترد ابني نعم مش عارف اترد ابني ما تبصيش يا ابني خليك ده بطل الاعلام ده لا يا حماده لا يا حماده هدي نفسك يا حماده ما ينفعش كده ما هدي بالي يا حبيبي ابوس رجلك يا حماده ابوس رجلك يا حماده ابني ماما نونا ماتت ماما نونا ماما نونا إنا لله وإنا إليه راجعون ماما نونا تعالى يا إبراهيم اقرا شوية قرآن يا ابني باللي أنت حافظه اقرا أي حاجة اقرا أي حاجة عمو شفيق فين عمو شفيق فين شفيق ماما نونا شفيق خد يا شفيق اصحى يا منونة اصحى ام فهيم حامل ام فهيم حامل اصحي حاسس ازاي انا بتعيد